افتخر بهذا الشاب. طبعا الشاب هذا اللي بذكر قصته مو موجود في جده الان. مو موجود في جده. ولا هو موجود في المملكه. أذكر لك قصته. شاب هذا زي كثير من الشباب. بعيد. اعطاه الله عز وجل صوت حلو. وصوت جميل. وفي ليله من الليالي اسمع كلام مثل هذا الكلام. فيقرر التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أعلن علي توبة لله وأوبة لله وقال والله الصوت هذا اللي أعطاني الله عز وجل لا أسخره في خدمة الدين. فأقبل علي على حفظ القرآن وبدأ علي يحفظ القرآن حتى حفظ القرآن كامل. وأكرم الله عز وجل انه يكون امام جامع في حي النزهة في جدة. الناس كانت تجي لعلي من كل مكان عشان تسمع صوته. في سنة من السنين يمتلي مسجد علي في رمضان يصلون وراء التراويح والقيام. صلى بالمسلمين صلاة القيام في تلك السنة كاملة. وفي اخر ليلة من ليالي رمضان بعد ما انتهى رمضان قال ابوها العيد يكون مع اقاربي ومع جماعتي. ديرتهم تبعد عن جدة 200 كيلو. ركب سيارته وراح عيد مع جماعته واخذ اليوم الاول والثاني والثالث. في ثالث ايام العيد يموت واحد من جماعته. علي كان عنده دورة في تغسيل الموتى اخذ المركز الاول فيها. غسلوا علي وكفنوا وصلوا عليه العصر ودفنوه وجاء علي راجع الجدة. علي كان معاه في السيارة مصحف صغير مصحف جيب. وهو يسوق يمسك المصحف ويبدأ يراجع حفظه. إذا في آية راحت عنه مسك المصحف ونظر فيها. في تراكب في الطريق راجع كان يراجع القرآن صار عليه حادث ومات. هو مو في جدة ولا هو في المملكة في قبل. أنا تمنيت إني ألقى المقطع اليوم لكن قدر الله ما شاء فعل. المقطع ما جبته. أسمعك صوت علي هو يقرأ القرآن. لا ما هو بس كذا. لا دقيقة استنى. ما هو يقرأ القرآن لا. يقرأ آيات عن الجنة. لما يصل عند هذه الآيات علي يبكي بكاء يقول اللهم إني أسألك الجنة. هو يصلي بالناس التراويح. والله مات قبل سنين وإحنا نقول الله يرحمه الآن. وأنا بإذن الله إذا الله كتب لي لقاء معكم أجيب لكم صوت علي. هو يقرأ القرآن ويقرأ آيات عن الجنة ويبكي يبكي يبكي. دخل معاه الآن في قبر إيش؟ إيش اللي دخل معاه في قبر يا شباب؟ دخل معاه القرآن والإيمان. دخلت معاه التراويح والتسابيح. دخل معاه الركعات والدعوات والدمعات. طيب أنا أسألكم سؤال بالله اللي دخل معاه في قبر الله القرآن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم تبعه كم؟ كم يتبعه؟ ثلاثة. يتبعون أهله وماله وإيش؟ وعمله. يرجعون الأهل وإيش؟ ويدخل معه ايش؟ العمل. علي دخل معه قرآن وصلاة. طيب انا بسألكم سؤال يا شباب. بالله بسألكم سؤال. انت اليوم لو دخلت قبرك ايش بيدخل معك؟ ايش بيدخل معك؟ والله العظيم تدخل المقاطع اللي في جوالك. والله يدخل بكة الدخان. والله تدخل كل معصية وكل اثم ان كنت من اصحاب الذنوب والمعاصي. وان كنت داعية أو كنت من أهل الصلاة أو من أهل القرآن أو من أهل الذكر يدخل معك ذكر. أتكفون يا شباب؟ واحد لقوا يبكي دفنوا أخوه لقوا يبكي. قالوا ايش فيك؟ قال يا أخي هذا الميت أخويا. طيب قال هذا جوال مليان مقاطع مليان مقاطع أبغى أمسح. قال له طيب امسح. قال ما أقدر. قال له ليه؟ قال الرقم السري دخل معاه في قبره. الرقم
رقم السري دخل معاه فين؟ في قبره. والله يخبرني الشيخ عباس فتاوي احد اشهر مغسلين الاموات في الشرق الاوسط، يقول كلمني اب من العباء قال لي يا شيخ الساعة واحدة في الليل، قال لي يا شيخ ولدي مات، تكفى تعال، تكفى تعال وقت غسل. يقول الشيخ دقت سلف ومشيت. يقول جيت بيتهم قدروا فين الميت؟ قال فوق. يقول طلعت لقيت ملحق متكامل فيه ما لذ وطا. قلت له فين الميت؟ قال جوا. يقول دخلت لقيت الشاب ممدد على سرير ميت. يقول بديت افك ملابسه بعد ما قلت لابو فين يغسل، وقال غسل على سريره. يقول بديت افك ملابسه، يقول لما انفكيت الملابس يقول لفت انتباهي ايش؟ يقول لفت انتباهي شاشة ملفوفة على يده اليمين. يقول جيت بفكها قال لي ابوها اسألك بالله يا شيخ تخليها، اسألك بالله يا شيخ تخليها. يقول استجبت لابوه وبديت اغسل جسمه. يقول بعد ما انتهيت من جسمه يقول تعمدت احط مويه على الشاشة عشان توصل ليش؟ عشان توصل ليده. يقول حطيت مويه، حطيت مويه، يقول فجأة طاحت الشاشة. يقول والله لما طاحت الشاشة يقول رأيت منظر ما رأيته في حياتي. تدرون الشاب؟ يقول لي الشيخ عباس والله لقيت هذا الشاب ميت وماسك بالريموت كنترول. يقول حاولنا نفك، حاولنا حاولنا والله العظيم ما استطعنا. يقول لي قال أبوه، أبوه يقول للشيخ، يقول يا شيخ والله جيت ولقيته على السرير وميت والتلفزيون شغال على قنوات إباحية أفلام جنسية. يا الله يا شباب كيف يقابل الله؟ بالله كيف يقابل